صحابتي رؤيا مسألة شوارم بينيني الله سبحانه وتعالى لعرساته لصاحي محشرة آية الله سبحانه وتعالى لصاحي محشرة كافر منافق بينا لقال مسلمان ياخذ نايبين طبعا أويها أتوا لا حديث كان ولا آية كان سرتاب يجهمشتي كافري رون أشكرا نكافري منافق بهيت شوية بروردقاري خوي نابين هو الله سبحانه وتعالى فرمي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بهيت شوية كافر كان لروجي قيامتا ناتوان بروردقاري خويان ببين هاني كباوريان با الله نبو كافر بون للركشو لباطنيش بهيت شوية نابين إمام الشافعي فرمي أو عقوبة يبوين كبروردقاري خويان نابين سبحان الله أما أشخرين جهنم وسزادرين للآن الله والله جنابين سبحانه وتعالى أو خيب وخيس زكاية بدقات وسزابدرين للآن ذاتك وكان شديو لا خوش تربي بي بلام إيمان داران لساحي عرصات لقى المنافقين فالوردقاري خوانا بين أما حديثك أبو سعيد وأبو هريرة وابن مسعود قال سنع عبد الله زول لسري روشتين بلي ببيو حديثة منافق كان فالوردقاري خوانا بين سرتان أين أسنوا تا علامتي ساقك ديتا بيشو الله جل جلاله كشفي ساقي خويك او وقتا ازانه پروردگار انو سجدي بوبرن ناتوان بوبرن بلا ميمان داران بوبرن وتوان سجدي بوبرن لفرمودك يا هاتوا فرمي فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون ايمان داران من نور صحيح عرصات ادواء ويكبهم امتك ان ترى وتري كي تشي پرستو باب تشيتا پشتيو أجنا بشتيوانا ويبرستيوانا وقلب بكرينا ولقلينا بنا وجهنم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها والدون يوم ندعو كل أناس بإمامهم أو نرنا لا آية كان هاتوا أنجاكي أمينتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي إيمان داران منافقين لناويانا تاو دقش لقلينا ولقلينا لحديث قيتنا فرمي وبقايا من أهل الكتاب هندق لأهل الكتاب كالله جل جلاله بتنها برستو إلى موحدين أهل كتاب يجهتني رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرم فيأتيهم ربهم الله سبحانه وتعالى يبولا فيقول ماذا تنتظرون قال تشاوريشين ليرا فيقولون ننتظر ربنا هم يعني بيك دانك الله تشاوري بروردقاري خوما لكن بيبولا فيقول هل تعرفون ربكم فيقولون نعم يعني وتري آيا بروردقاري خوتا الناس قال انبالي أفرم فيقول أنا ربكم أمبرودقاري ومنافق كان يكسر لنشي نعوذ بالله منك فنبى الله قرين لتوت الله يأمنيت أفرمي فيقول هل لكم علامة تعرفون به ربكم علامتك هيك أمبرودقاري خوتاني في ابن أسلام فيقولون نعم فيكشف عن ساقه يا فيكشف عن ساقه الله ينبلي علامتك هي علامتك ما بسيه وآياتك الله سبحانه وتعالى فرمي يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أفرمي علامتك أويك الله جل جلاله كشف ساق خويك كشف ساق خويك وفرمي كامل إيمان داران حميان سجدي بوابن وكل حديثك يا هاتو فلا يبقى من يسجد لله في الدنيا طوعا وإيمانا إلا يسجد نعم يعني ليك لو أنا لدنيا يا ببيستي خويان وبخوشي خويان وبإيمان وسجدان بو الله برد به حميان سجدي بوابن أنجا كي من يتونات وانا سجدي بوابرة من كان يسجد له في الدنيا اتقاء ورياء بورو بامايو بخو پاراستن خويلة مسلمانان بيشان ناو سجده بلدوا أما ناتوانا سجده بلد الله جل جلاله فرمي يجعل ظهرهم طبقة واحدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتي أنا كابا يكتبق كلما أراد أن يسجد خر على قفاه هل بي سجده بلد بدا معك ناتوانا أبا فرمو ديزاني أنا فرون أوتا منافقين جيبين بلا ما بينيني كي منافقين بو الله جل جلاله وكو بينيني من دارهن بو الله جل جلاله إيمان داران كأيبين لصاحي عرصاتا بينين كأن شيء بينيني رزقار بونو بينيني تشونا ناو بهشتو بينيني خوش حالي خوش بختية بلا منافقين كأيبين بينيني ترسة بينيني عذابة كمراحل تان لبيا شوية وإيوة لو مراحلانا باجي ونفاقتان كأنجامتان أويا برو بردي سيرات رونو أبارينو دواتر
منافقه كان لني وي رگا نور كان كوجيتو بيان رن برن دعا نور بين كاتدين دعا ديوارك لبين انا اكري قلب كرينو بنا جهنم ويمان داران رزقاري انا بيوش نباشت كواتب الله صاحي عرصات منافقين الله ابين سبحانه وتعالى يمان داران جيبين بلان بينين كان جاواز بوهري كان بجورك هندق لزانان ران واك افران جيبين بلا ما اتك نص ككافران ناتوان بيبين عن ربهم يومئذ لمحجوب. طبعا او سيق سيها بس وكوت بان قصي راجح هوا هند قالن بزيمان داران يبين هند قالن كافران جيبين ومان داران هند قالن منافقين ايمان داران يبين اوانيك اعلاني توحيدي عن قردو الدنيا بلام لوي بوشي ويجياب.